من قناة هيلتور للسياحة العلاجية، برحب فيكم بقناتنا. اليوم أول مرة رح أحكي عن موضوع بشكل صوت، يعني بصوت إضافة لصورة. اليوم رح نرحب فيكم من مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، المدينة الجميلة التي بتجمع بين الماضي والحاضر، تاريخ، ثقافة، عراقة، طبيعة جميلة، حدائق حديثة، تنظيم مدني حلو كتير، يعني بتشوفوا فيها كل شيء بتتمنوا. السوريين هون بتركيا أثبتوا وجودهم مثل ما أثبتوا بكتير من دول العالم، مو بس بالتجارة والصناعة والأعمال المهنية، أثبتوا وجودهم بكل مكان بكل مجالات، بالهندسة وبالطب، وشاركوا كتير، وضعوا بصماتهم كتير بتركيا. من هالإنجازات الحلوة الأطباء السوريين اللي صار وجودهم بتركيا كتير مهم وأبدعوا كتير كتير. من هالأطباء طبيبة أسنان، طبيبة أسنان مختصة بالأسنان، علاج الأسنان، كان لي تجربة معها، فحابة كنت تشوفوا معي شو وصلنا وشو عملنا بهذا المجال، حتى إذا حبيتوا عندكم علاج الأسنان حبيتوا تتواصلوا معها أو حبيتوا تزوروا غازي عنتاب كمان تتواصلوا معها وتشوفوا النتائج الرائعة اللي أنا حققتها وأنا شفتها. هون مراكز مهمة جدا، فيها أهم شيء إنه فيها لغات تركي عربي إنجليزي، وفيها حتى فارسي وكردي، فيه كل أنواع العلاج بكل مجالاته، وخاصة علاج طب الأطفال، طب أسنان الأطفال. هون أنا كان من عدة أيام لي تجربة كتير حلوة ومهمة جدا. رحت أشوف درسي، عندي مشكلة بالدرس، فكان حفر الدرس مع سحب العصب مع حشوة دائمة كله بجلسة واحدة من دون أي آلام، من دون أي تعب، مع تصوير طبعا. تصوير راح أحكي لكم تجربتي. مرحبا، معكم منى، شركة هيلتور للسياحة العلاجية. بدي أحكي عن تجربتي. أنا حاليا أنا دكتورة تماض اللعبي بالتخصص أسنان. أنا كنت عندها درسي بلحظة رائعة من خلال فترة قصيرة، سحبت العصب، عملت لي حشوة نظامية وما حسيت بشي، وكان تمشي مرتب ونظيف ورائع جدا جدا، ومعاملة جيدة، وأهم شيء اهتمام بالصحة، اهتمام بالنظافة. عن جد بدي أنصحكم اللي موجود بغازي عنتاب واللي بحب يروح لمدينة غازي عنتاب يعمل علاج لأسنانه، وخاصة للأطفال كمان، هي مع اختصاص ثاني خاص بالأطفال، فرح أخليكم تحكوا معها أو هي تحكي معكم تشرح لكم شو ممكن تقدمكم. اهتموا بصحتكم، ومعكم دكتورة تماض. عجبي أنا وأنتي إن شاء الله ما بترجعي تحتاجي مرة ثانية. يمكن عرفت منى دكتورة تماض العبيد، طبيبة أسنان، بشتغل حاليا بعنتاب، حاصلة على ماجستير في أسنان أطفال. نشتغل نقدم بالمركز، إذا بس بدنا نعطي فكرة موجزة، كل المعالجات السنية تقريبا، وبالخاص للأطفال. فأنا بشتغل مثل منى وكل يعني هالأعمار، وكمان بستلم حالات الأطفال كاختصاص أنا حاصلة عليه، بشمل المعالجة كل شيء ممكن من تجميل الأسنان، تبييض الأسنان، معالجات اللبية، سحب العصب بالمعنى العمومي، معالجات التنظيف الأسنان، معالجات اللثة، الحشوات، التاميز، الزيركون، تجميل الأسنان بالزيركون طبعاً، الإمبلانت أو الزرع كمان نشتغل فيهم، ابتسامة هوليود مثل ما بتعرفوها كمان نشتغل فيهم. وبنشتغل بشكل أساسي كمان، يعني بشكل اختصاصي للأطفال، كل المعالجات الخاصة بالأطفال هون بنستقبلها، عندنا قسم خاص بالأطفال وغرفة خاصة بالأطفال، وكل شيء احتياجات أو إجراءات للأطفال نستلمها في المركز. بتستقبلوا أجانب أنتم؟ طبعاً إحنا عملنا موجه للأجانب اللي بيجونا من برا تركيا وحتى من الولايات الثانية بتركيا، وكمان بنستلم الأتراك يعني بنستلم اي حالات تتوجه لنا ونقدم نحن اللي بنقدر نقدمه بافضل ان شاء الله. شكرا.
إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم من عنتاب غازي عنتاب جنوب تركيا. يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوا قناتي. وفي عنا فيديوهات كتير كتير عن الطب في تركيا وطب التجميل. شكرا لزيارتكم. باي باي.